بسم الله، الحمد لله، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فنتمم درسنا في الفصل والوصل، وكان الكلام من قبل على الوصل في أوله، وعرفنا الوصل بأنه عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه، وأنه إذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب إلى آخره، إلى أن قال بعد ذلك وعلى الثاني، على أي على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب. الجملة إما أن تكون لها محل من الإعراب وإما أن لا يكون لها محل من الإعراب، تلك حينما يعطف عليها لها حكم، وهذه أيضا لها حكم. فقال وعلى الثاني أي على تقدير ألا تكون للأولى أو ألا يكون للأولى محل من الإعراب، إن قصد ربطها أي ربط الثانية ربطها بها، إن قصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف أيضا سوى الواو، عطفت جملة على جملة لا محل لها من الإعراب بعاطف ليس بواو. طيب، هنا عطفت أي عطفت الثانية على الأولى به، نحو أي بذلك العاطف طبعا الذي هو غير الواو من غير اشتراط أمر آخر، نحو دخل زيد فخرج، أكل زيد فشرب، أو ثم خرج عمرو. طيب، دخل زيد ثم خرج عمرو، كذلك إذا قصد التعقيب أو المهلة، هنا على حسب القصد. وهذه الحروف لها معاني، الواو لمطلق التشريك لمطلق الجمع، أما الفاء فإنها عاطفة ولكنها تدل على التعقيب والترتيب، ترتيب والتعقيب بمعنى أن هذا جاء عقب هذا، لم يكن هناك فاصل، وثم لا للتراخي، يعني ممكن أن تقول دخل فخرج، معنى دخل فخرج أن خروجه كان سريعا، أما لو قلت دخل ثم خرج يمكن نام وأكل وشرب وصلى وإلى آخره ثم بعد ذلك خرج. فهو قال إن قصد التعقيب كما هو الحاصل في الفاء، أو المهلة كما هو الحاصل في ثم، وإلا أي وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو. فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل، أنت ما أردت أن تجعل الحكم الذي جعلته للجملة الأولى لم تريد أن تجعله للثانية، فالفصل حينئذ متعين. ولهذا قال فالفصل، ومثل له أيضا بالمثال السابق، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ولم يكمل الآية لأنه قد سبق أن ذكرها من قبل، قال لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا. طيب، قالوا إنا معكم والله يستهزئ بهم، لا، لأن يقول لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف لما مر، يعني لا يكون الله يستهزئ بهم، لو قال والله يستهزئ بهم يكون ذلك حين خلوهم إلى 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 شياطينهم، حين يخلون إلى شياطينهم. طيب، قال لما مر أي من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص لذلك الحين. وإلا فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما فكذلك وإلا فالوصل. وإلا هذا عطف على قوله فإن كان للأولى حكم، أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية. ثم قال فإن كان بينهما أي بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام، أي بدون أن يكون هناك
ما يوهم خلاف المقصود. طيب، بلا إيهام أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما فكذلك. شبه أحدهما يعني أحد الكمالين، كمال الاتصال أو كمال الانقطاع، فكذلك يتعين الفصل، نفس الحكم الذي سبق الذي قبل قليل في الله يستهزئ بهم. طيب، فلأن الوصل، لأن الوصل يقتضي يعني مغايرة، العطف يقتضي المغايرة. وإلا فالوصل، أي وإن لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما، فالوصل متعين حينئذ لوجوب الداعي، ولأنه لا مانع حينئذ. فالحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، الجملة الأولى مع الثانية، ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، ها هنا ستة أحوال. الأول كمال الانقطاع بلا إيهام، الثاني كمال الاتصال، الثالث شبه كمال الانقطاع، الرابع شبه كمال الاتصال، الخامس كمال الانقطاع مع الإيهام، السادس التوسط بين الكمالين. هذه ستة تعرف ويمثل لها. الكمال الانقطاع بلا إيهام مع كمال الاتصال، هذا يعني هذان الأمران واضحان جدا. الذي قد يشكل على الطالب أحيانا هو ما يسمى شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، هذه المسألة التي يكون فيها شبه يعني، أو حتى شبه يعني، شبه وشبه وشبيه سواء، وكذلك مثل ومثل ومثيل، وكذلك بدل وبدل وبديل، كل هذه فيها هذه اللغات. وشبه مثل بدل بدل، وشبه مثل بدل كل نظير حمل، وضاها جبلا وكأمير، كل كحمل فتقول شبه ومثل وبدل، وكذلك ضاها جبلا شبه مثل بدل، وكأمير شبيه مثيل نظير بديل. فحتى في الفقه يعني، في عندنا القتل خطأ وعمد، هذا هو الصحيح. مسألة الشبه هذه وفي الحقيقة يعني إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا، ولكن جعلوا شيئا، لأنه فعلا أحيانا الأمور تلتبس، لكنه في الحقيقة، الحقيقة ليس هناك إلا خطأ أو عمد. يلتبس علينا أحيانا، ضربه بهراوة غليظة جدا، يختلف الناس في أنها تقتل أو لا تقتل، فيجعلون هذا من شبه العمد، وهذا يعني يعذر من قاله، لأن الأذهان هنا تختلف. لكن ينبغي أن يكون حكم الحاكم بعد ذلك إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا، ما فيه يعني شيء آخر. وهناك قرائن أحيانا تجعله عمدا، بأنه مثلا ضربه عدة مرات بهذه هذا وأصر على ذلك، وموضع الضرب أيضا كذلك، وكيف رفع الهراوة حينما رفعها وضرب بها، وهكذا أيضا في الناس. الناس إما أن ذكر أو أنثى، الخلق إما ذكر أو أنثى، خنثى هذا عندنا، لكن هو في الحقيقة إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، ولا واسطة بينهما. إذن الخامس والسادس الذي هو كمال الانقطاع مع الإيهام، وكذلك التوسط بين الكمالين، هذا الحكم فيهما في هذين الأخيرين الوصل، والحكم في السوابق الأربعة الذي هي كمال الانقطاع بلا إيهام وكمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال، حكمها الفصل هكذا. نعم، قالوا. ثم قال: أما كمال الانقطاع، هذا فاتحة درسنا إن شاء الله، درسنا القادم، وإلى اللقاء بإذن الله.